الحقيقة هذا المسير هو الثالث اللي بتقوم فيه مديرية زراعة حمص، وكل سنة نحن بنقوم بمسير أو مسيرين. الغاية من المسير البيئي التعريف على التنوع الحيوي، التعريف على النباتات الحراجية، على فوائد النباتات الموجودة، على التوازن البيئي الموجود، على الحيوانات البرية الموجودة، تعريف على فوائد الأشجار. كنا اليوم بمسير بيئي، أخذنا تشاركنا في عدد من الدوائر بالاشتراك مع مديرية البيئة بحمص، مع مشاركة المجتمع المحلي اليوم نحن نشاركوا ونعرفوا على هالمناطق الحلوة، ويكون معنا شريك بالحماية على المواقع الحراج والتعريف على أنواعه وأهمية هالموقع هذا، حتى يكون له دوره في حماية المواقع الحراجية والحفاظ عليها. نحن هون لبينا دعوة مديرية الزراعة للمسير الثالث بظهر القصير. مشاركاتنا دائما عم تكون حلوة، المناظر بتاخذ العقل، ونحن معهم بكل خطوة بتشجع البيئة والسياحة البيئية. شاركت اليوم بالمسير البيئي الحراجي، تعرفنا كثير على عدد من أنواع الأشجار الحراجية نحن ما كنا بنعرفها أبدا، ونحن هلأ بمسير كثير حلو ومجموعين مع عدد من الناس، وجو كثير حلو وجو مرح ومبسوطين كثير بهذا المسير. نحن اليوم بيوم سير على المناطق الطبيعية ببلادنا، مناطق غنية بالثروات، بتجنن كثير. أول مرة تعرفنا على شجرة الكستنة، كان مشوار كتير حلو والجو كتير لطيف، وطبيعتنا بالحقيقة كتير كتير خلابة.